بعد ما الاخوان اتشالوا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر بالانتخاب، فحصل اجتماع تم دعوتي اليه من الدولة. تعال يا اخ توفيق روح، احنا عايزين نشوف خطة علشان نضرب الحصار الاعلامي والسياسي اللي محطوط علينا. قلت لهم ماشي، انا هقول لكم باب بسيطة جدا. كلموا اسرائيل تكلم امريكا عشان تغير موقفها، ويتم الاعتراف بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس منتخب وبالدولة المصرية. نعم. فاللي قاعدين قال لك انت بتخرف، قلت له يا عم اسمع اللي بقول لك عليه، جرب مش هتخسر حاجة. وبالفعل تم الاتصال بإسرائيل وطلبوا منها هذه الطلبات، وإسرائيل تدخلت وسافر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن والتقى بالرئيس أوباما وهم على خلاف مع بعض، وقال له الوضع كذا كذا، دي ثورة شعب، رئيس عفتاح